بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة ومتجددة على حضراتكم وبرنامجكم كنوز. الحقيقة النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، ممكن يكون بالنسبة لكثير من الناس مقلق لما بنتكلم أو بنجيب سيرة الأورام. النهاردة بنتكلم عن ورم في منطقة حساسة جدا وهي الحنجرة. نتكلم عن ورم الحنجرة محبب الخلية. الحقيقة كان في بحث خاص بهذا الورم، محتاجين نعرف ونتعرف على تفاصيل أكتر عنه ونقرب منه ونطمن طبعا حضراتكم بالنسبة للأورام الخاصة بالمنطقة دي وتأثيرها عليها من خلال هذا البحث، من خلال أيضا ضيفنا العزيز اللي مشرفنا ومنورنا في الاستوديو دكتور محمد بركة، استاذ امراض التخاطب كليه الطب بجامعه عين شمس. محنا نرحب بيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا يا فندم. اهلا، منورنا ومشرفنا. كتر خيرك يا فندم. دكتور محمد، لما نتكلم عن ورم في منطقه زي منطقه الحنجره، المرض ده دكتور بتبقى اعراضه ايه؟ هل هو من الاورام الصامته اللي الواحد ممكن ما يلاقيش ليه اعراض، ما يحسش بيه بوجوده، ويكتشف ازاي؟ ده مثال حضرتك للامراض اللي احنا بنقول عليها كيس ريبورت. يعني ايه كيس ريبورت؟ يعني تقرير حاله. يعني امراض نادره وممكن تعدي على كثيرين، لكن اما بيشوفها حد يكون بيدور على الناحيه الاكاديميه او بيدور على ما هو نادر، ممكن فعلا تقابله هذه الامراض. لكن ممكن تعدي على كثيرين من اللي ما بياخدوش بالهم من كل حاجه في جسم الانسان. هو ده بالظبط. مريض بيشتكي من بحه صوتيه واحساس ان في جسم غريب واقف في زور. بيبان يا دكتور؟ بيبقى باين ولا لا. مجرد احساس من لا جوه؟ لا، هو بيشتكي من ان صوته مش بطبيعته. صوته متغير. الحاجه الثانيه يقول انا حاسس ان في حاجه واقفه في زوري، عاوز احكها ما بتتكحش. احنا نكشف عليه وبنعمل حاجه اسمها تصوير حنجري. التصوير الحنجري ده بيقول لنا، بيبقى يدينا فكره عن شكل الحاجه الموجوده دي ايه، ولكن دي صوره اكلينيكيه. يعني ايه صوره اكلينيكيه؟ يعني صوره المريض وهو صاحي. صوره المريض وهو صاحي انا شايف حاجه كلكيعه زي ما بيقولوا، او كتله. الكتله دي ممكن تبقى حاجات متعدده، ممكن تبقى التهابات نوعيه، ممكن تيجي من التدرن الرئوي اللي في النهايه بيبقى تدرن حنجري، ممكن تيجي من حبيبه انبوبه التخدير، حاجه احنا بنسميها حبيبه التماس، ممكن تيجي من البرص، لان البرص برضو له علاقه بالجزء الخلفي من الحنجره، او مرض اسمه الساركويد. دي امراض بتعمل برضو حبيبات في الجزء الخلفي من الحنجره. تتحول لورم يا دكتور؟ هي بالفعل ورم. ما هو هي بتظهر كده، بتظهر على انها كتل. تمام. ولكن هو الازمه المرض ده انه في حاجات من الحاجات اللي انا قلتها دي ممكن لها علاج دوائي، زي التدرن، زي البرص، ده له علاج دوائي. لكن حبيبه انبوبه التخدير لما بنشوفها ما بنجريش على شيلها، احنا بنصبر شويه، بس يكون التاريخ المرضي بيقول ان هذه المريضه او هذا المريض ده عامل عمليه بتخدير عام وانبوبه تخدير. وبيكون في الغالب بيبقى من العمليه دي معموله من 3 لـ4 شهور. موجوده قوي، بتكتر كتير في السيدات العامله قيصريات. تنظر في الاطفال. يعني الحالات الاكثر عرضه لمثل هذا المرض هو السيدات اللي عاملين قيصريه. ايوه. والاطفال؟ لا، الاطفال نادره جدا. نادره؟ نعم. جميل. ليه؟ ربنا بيحميهم منها. يعني ايه؟ يعني انا في التاريخ ده كله يمكن شفت حبيبه انبوبه التخدير دي مرتين. ودي بقينا بنشوفها بعد ايه؟ بعد ما بقى في ايدينا التصوير الحنجري. التصوير الحنجري ده نعمه. يعني النهارده الطفل اللي عمره يوم ممكن اوصل اللي لسه مولود وبندور على عيوب خلقيه فيه، خاصه لو حاجه تخص التنفس او لو تخص الصوت، فبن ايه بيبقى زي ليفه ضوئيه بتدخل من الانف واحنا وراها على شاشه تلفزيونيه لغايه ما بنصور. فاحنا شفنا حبيبه انبوبه التخدير، انا شفت مثلا في طفلين، ولكن هي الخالق الكريم بيحمي الطفل منها. يعني في الغالب كل الاطفال بتعمل لوز ولحميه، ومع ذلك نادره جدا. ليه؟ ربنا بيحمي حنجره الأطفال منها. ليه؟ لأن فيها حاجة كده، طبقة اسمها الطبقة تحت المخاطية، بتبقى تأتي يعني تمتص الصدمات.
يبقى لو حبيبه لو انبوبه التخدير ضغط على حنجره الطفل فهو بيبقى دي الطبقه اللي تحت المخاطيه دي بتبقى زي مخده بتحمي بقيه اعضاء الحنجره من ضغط انبوبه التخدير. الورم الحنجره محبب الخليه ده كان مثال للامراض اللي لما بنشوفها يعني بيجينا شك باحساس بعدم الراحه. وزي ما قلنا ان في حاجات بنستعجل على شيلها وفي حاجات ما بنستعجلش على شيلها وفي حاجات بنشيلها واحنا مطمئنين. طيب ده يصنف ايه بقى يا دكتور؟ ورم لا هو الخليه. هو ورم حميد. ورم حميد لكن هو اهميه تسجيله وتقريره ونشره ان هو بيبقى قد يتشابه مع الاورام الخبيثه. وده يعوز حاجتين، يعوز طبيب امراض تخاطب عينه ثاقبه وطبيب باثولوجي اللي هو اللي بيفحص الانسجه برضه يبقى خبير، لان هذا المرض قد يتشابه مع الاورام الخبيثه. طيب بنعرفه ازاي؟ بتبقى هذه الحبيبات موجوده فين؟ في كل خليه من خلايا هذا الورم. تمام. خلينا نقول يا دكتور نقطة مهمة جدا وهي العلاج بقى، علاج هذا الورم بيكون ازاي؟ هل الحل في شيله ولا في حاجات أخرى بعد أيضا يعني الجراحة في هذا المرض؟ احنا بعد ما بنصوره وبنوثقه وبيبقى معانا صورة إكلينيكية يعني صورة على المريض وهو صاحي ليه، بيبقى بيجينا بقى الإحساس ده حاجة شكلها كده مش مريح، لا يبقى يعني زي ما بيقولوا نخلص منها ونطمئن، تتشال ونبعتها لطبيب الباثولوجي اللي هو طبيب تحليل الانسجه. يقول لنا والله ده اللي اسمه اللي هو الحبيبه ورم الحنجره محبب الخليه ده، او لا كويس انكم شلتوه، لا ده فعلا الورم الخبيث. ولكن هو يعوز يعني ما بنستعجلش على شيل الحاجات دي الا عند الشك او عدم الاحساس بالراحه لما بنشوفها. لكن في حاجات نصبر عليها وفي حاجات اول ما بيجينا الاحساس انها مش مريحه لا ما بنستناش. تمام. هل في بقى جلسات الدكتور بياخدها يعيد من تاني الباحه اللي حصلت له المشاكل في الصوت ولا لا؟ نعم، احنا بنقول المريض اللي عامل عمليه في حنجرته اللي شايل حبيبه او كيس او لحميه او نتوءات ده بيبقى بعد العمليه على طول بيبقى فيه اسبوع ما بي ممنوع من الكلام. ممكن نروح شغله بس يتخاطب بالورقه والقلم. على سابع يوم بنكشف تاني نتاكد ان هذا الشيء ازيل تماما. وبعد كده بيبتدي حاجه اسمها تدريبات صوتيه. التدريبات الصوتيه علاجيه ووقائيه. علاجيه من يعني مكمله للجراحه. يعني مكمله للجراحه الصوتيه، يعني لو العمليه حسنت 80% من الصوت ال 20% الباقيه بتجيبهم التدريبات الصوتيه. جميل. تمام. وبعدين الحاجه الثانيه بنقول للمريض انت شفت الزعيق عمل ايه؟ فيعني على قد ما تقدر ما تتكلمش الا المفيد، ما تتكلمش بانفعال، المواد الحريفه في الطعام، التدخين، الكحوليات، كل دي حاجات ضاره جدا. يعني بنقول الحنجرة دي يعني نعمة من ربنا. حافظ عليها عشان تدوم معك يا رب يا دكتور. وخلينا نقول نقطة مهمة جدا، بحث زي ده بالأهمية دي اتنشر فين يا دكتور؟ مجلة عين شمس الطبية. وموجود البحث ده يا دكتور يعني زي ما احنا قلنا حصر المرض ده في نسبة قد ايه ممكن نقول يعني منتشر ولا يعتبر نادر؟ لم يعني من ساعة ما سجلت الحالة دي وقررناها ونشرناها يعني مش مكتوب في كتب، يعني بصراحة ما جاتش سيرته قبل كده. ولولا ان الراجل بتاع الباثولوجي راجل عتيد كان ممكن يعدي على كثيرين. فهو ده الورم الحنجرة محبب الخلية احنا بنشيله ما بنبقاش عارفين ده ايه. بناخد فكرة لكن التشخيص النهائي اللي هو بعد أخذ العينة وهو طبعا الرجل اللي شاف العينة دي كان قيمة كبيرة في علم الباثولوجي اللي هو علم فحص الأنسجة وهو اللي لقط لنا الحالة دي. فهنا بقى جمعنا الصورة الإكلينيكية بالصورة النسيجية وكان الكلام النهائي، وما اظنش ان سيرته جت تاني من بعد ما قررنا احنا وسجلنا الحاله دي. طيب دكتور خلينا نقول بقى النصيحه الذهبيه نختم بيها حلقتنا، مرض بالاهميه دي محتاجين نعمل منه وقايه، هل ممكن نعمل يا دكتور وقايه؟ نعم يا فندم. نعم احنا هنقدم نصيحه لكل مرضى الصوت.
بحة الصوت المزمنة اللي تزيد عن 3 أسابيع، خاصة إذا كان المريض فوق سن 40، خاصة لو مدخن أي بحة صوتية في فيها الشروط دي ما نسكتش، لا على طول بنعمل التصوير الحنجري اللي على ضوءه بيكون الحل. يبقى هو بحة الصوت المزمنة اللي زادت عن 3 أسابيع ولا تستجيب للعلاج الدوائي، تصوير حنجري ونمشي على ضوءه. بشكرك يا دكتور، اكيد جزيل شكرا على المعلومات الجميله والقيمه اللي افدت بيها الكثير من المشاهدين. كان معانا النهارده منورنا وشرفنا دكتور محمد بركه، استاذ امراض التخاطب كليه الطب جامعه عين شمس. بشكرك يا دكتور. شكرا يا فندم. كمان بشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، يا رب النهارده تكونوا استفدتوا ونقدر فعلا بالكشف المبكر باي اعراض بتحصل لنا نجري بيها ونسير على الطبيب نلحق نفسنا من اي مشكله كبيره زي دي. والقاكم في لقاء جديد وكنوز، استودعكم عنايه الله وامن.